هات لي ال 7 على 20 كده، شريحة 7. أنا هبدأ كلامي من هنا، وطبعاً هيبقى كلام للدكتور عمرو وليك ولينا كلنا. إحنا قصدت أنا بال إن إحنا نحط ال يعني الشريحة دي بالذات عشان نقول الفكرة كلها من اللي إحنا موجودين فيه النهاردة ده بتعتمد على كتير من اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا. احنا لينا موقع كويس قوي، والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه، لان احنا بالفعل بدأنا من قبل مننا، احنا قبل مني يعني، وقبل والسنين الطويلة فاتت في موضوع الكابلات البحرية اللي موجودة قدام حضراتكم دي، واللي بتعدي 90% من، مش كده يا دكتور عمرو؟ 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا. تمام يا فندم، كده 90%. طيب، وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطه او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب، ده موقعنا اللي اتحولنا، وايضا اللي سبقونا عملوا اجراءات كتيره جدا في هذا المجال. طب احنا، انا جبت النقطه دي ليه؟ لان احنا كنا بد كدوله نجهز بنيه اساسيه متكامله لبقيه الموضوع. يعني انا هحاول اقول الكلام ده مش للناس المتخصصه يا هاني ولا دكتور عمرو، انا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهارده ده نفتتحه، ارقام كبيره قوي، ارقام كبيره قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صحيح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقولك يعني صرفتوا ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غاليه علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعه في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجوده ده فيها. وخليني اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البساط اللي بتسمعني، احنا كدوله كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا قالوا ان في استضافه للبيانات، ممكن نستضيف بيانات دلوقتي. لا، احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجوده بره، مش كده يا دكتور عمرو؟ تمام. طيب، احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجوده بره دي يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني، بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجوده عندنا ونوفر التكلفه الماليه اللي بتتحط. ده كلام بسيط اللي انا بقوله، كلام بسيط. احنا بدانا بفكره ان احنا ناخد الرياده في مجال البيانات والتطور ده في 2018، واحنا بنعمل العاصمه قلنا لابد ان احنا، والدكتور عمرو قال كده في اثناء محاضرته، وقال ان احنا كان كل وزاره عامله نظام خاص بيها، يعني عندها سيرفراتها في قاعه موجوده في مبنى الوزاره، ومتقدم او مش متقدم، مؤمن ولا مش مؤمن، يقدر يتفاعل مع بقيه الوزارات ولا لا، كل الكلام ده ما كانش موجود. فلما جينا عملنا الانتقال عشان الناس تفهم ان احنا عمليه انشاء حكومه في مكان جديد ما كانتش عباره عن مباني احنا بنبنيها عشان يبقى شكلها كويس، لا، احنا بنتكلم على ان احنا عملنا كل المعايير المطلوبه لان الحكومه دي تبقى حكومه متقدمه طبقا لمعايير التقدم اللي موجوده في العالم. وبالتالي كان لابد ان احنا نعمل مراكز بيانات، وده كان توجهنا في الوقت دوت. قلت لهم ما فيش حد هيروح يعمل مركز البيانات بتاعه تحت الحكومه كده زي ما انتوا عاملين، احنا هنعمل مركز رئيسي واحد، والمركز ده هيبقى متصل بالحكومه، والحكومه ما عندهاش حاجه غير يعني كيبورد والشاشه
فقط نهايه الطرفيه بس، وما حدش ابدا يستطيع ان هو يخش ابدا على الشبكه ديت، لانها هتبقى في مكان مؤمن، تامين كامل من كل الوجوه. بالمناسبه الصالات اللي انتوا شفتوها في الفيلم ده، دي ما حدش بيخشها، ما حدش مسموح ان يخش، هذا الكلام دي مقفوله من بره، والناس اللي بتبقى مسؤوله عن ادارتها موجوده خارج القاعات ديت وخارج الصالات ديت. ولا بقول كلام يا هاني مش صحيح؟ تمام. انا بس بقول عشان تبقى الناس، الكلام اللي معمول ده هو مش هقول ده اكتر حاجه، ارقى حاجه موجوده في الدنيا، لكن احنا حرصنا على كده ان احنا ننشئ رقمنه في مصر تحقق لينا التقدم المطلوب، وايضا ان احنا ما نبقاش متخلفين عن الاخرين حتى نستفيد من الكلام ده. طب الاستفاده بتاعته ضخمه؟ طبعا ضخمه جدا كمان. ليه؟ لان تصوروا ان النهارده الحكومه انها بتعمل بينها وبين بين داخل الوزاره الواحده، تستطيع ان تعمل من خلال شاشات الحواسب اللي موجوده، وايضا تستطيع ان تتبادل المعلومات والقرارات مع بقيه الوزارات المختلفه، وبالتالي بقى شكل العمل وحجم العمل ودقه العمل وكفاءه العمل وسرعه العمل اكتر كتير من اللي احنا كنا ماشيين بيه قبل كده. ده كله ده ليه تكلفه، مش تكلفه اللي عملناه، تكلفه لو ما عملناهوش، تكلفه لو ما عملناهوش. في لوحه انت كنت حطيتها في المحاضره بتاعتك، فممكن نجيبها لو سمحتم، اللي هي 22 على 26 اللي في المحاضرة اللي فاتت. الدكتور عمر. فخليني لغاية لما تحصل تيجي الشريحة دي اقول لكم الارقام اللي اتكلفت بها الموضوعات ديت. كملوا طبقيه الكلام بس، وفي طيب هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، اللي القواعد المراكز البيانات اللي احنا عملناها من ضمن الحاجات اللي عملتها ان هو خلت الدوله المصريه تعمل بالطريقه ديت. حربت الكلام ده بحاجه احنا بنعملها دلوقتي. اخر حاجه احنا بنعملها هي مدينه العداله اللي بتتعمل في العاصمه الجديده. فكنا يعني الدولة عملت أو يعني مش عارف أقولها إزاي، يعني اتعرض عليا التخطيط بتاعها، وبعد ما اتعرض عليا التخطيط بتاعها طبقا للمعايير المناسبة قلنا طب إيه لو سمحتم خلوها لي خلوا لي المدينة دي رقمية. فدخلت الشركة المتخصصة في المجال وقالت بالطريقة اللي انتوا عاملينها دي انا هحط تعديلات على الكلام. وكان يعني المهم كان المهم حصل تعديل كبير جدا جدا على التصور الهندسي اللي احنا عاملينه للمدينة العدالة اللي احنا بننفذها دلوقتي. دي بتخلي حجم العمل داخل المدينة ده زي ما الحكومة دلوقتي شغالة وبتشتغل اكتر، ولو احنا بنطور في البرامج اللي احنا عاملينها للحكومه بشكل مستمر ادائنا هيبقى اكثر تقدما واكثر تطورا واكثر جوده لينا. المهم على كل حال، طب تفتكروا الرقم اللي رقمنه مدينه العداله كام؟ انا بقول كده للناس اللي في مصر عشان هم يقولوا مثلا ايه انتم صرفتم كتير. انا ده اللي يهمني اقوله لكم، انتوا بتصرفوا كتير ليه يا محمد؟ هو انا عندي خيار تاني؟ يا يعني نبقى زي ما خليق ربنا اللي موجودين في الدنيا، يا اما نبقى متخلفين. نعمل ايه؟ ما نقدرش نعمل ده وتبقى الدنيا سهله وبسيطه، لان احنا احنا دوله مش غنيه. ولو ما عملناش الكلام دوت، في لوحة تانية 8 على 26 برضو ولا أيوة 26 على 26 معلش 26 أيوة
انا بس هقف هنا. ده اللي المطلوب ان او اللي احنا التحرك بتاعنا اللي بنعمله. انا عايز اقول لكم على حاجه، اكبر قطاع ممكن، وانا الكلام ده قلته قبل كده مرات وبقوله للمصريين عشان الناس اللي بتعلم ولادها تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله، تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله. بلد فيها 106 مليون دلوقتي، المفروض ان احنا العنصر البشري اللي ممكن يعمل في المجال ده ويحقق لنفسه وللبلد ارقام غير خالص اللي الدكتور عمرو فرحان بيها، ولا انا بقول كلام صح؟ ان شاء الله نحقق اكتر من لا لا، ما اقصدش انا يعني مصر لو عندها كوادر بشريه متقدمه، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني ده اقل قدره استخدام كوادر بشريه في العمل ده يا جماعه. احنا ممكن قوي انا ما خرجتش عن المحاضره بالمناسبه او عن الكلام اللي بيتعمل، لكن عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع اولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وانا معاكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن لو انتم ما وقفتوش مع اولادكم يا مصريين من ابتدائي واعدادي وثانوي عشان تعلموهم الكلام ده، فرص ان احنا نبقى غناي هتبقى قليله. احنا ممكن يخش لنا 20 و30 و40 ولا انا مبالغ؟ ممكن جدا يا فندم، ممكن جدا واكتر. ممكن كام؟ يعني احنا يا فندم بنستهدف في عام 2026 9 مليار دولار من التعهيد فقط، والرقم ده ممكن يزيد لو زودنا عدد الكوادر المدربه. لا خليني في الحاجات المتخصصه قوي يا عمرو. احنا يا فندم التعهيد بيشتغل على ثلاث تخصصات. التخصص يعني اللي فيه ناس كثيره بتشتغل، ولكن القيمه فيه بيبقى الشاب الواحد يقدر يصدر في حدود من 25 ل 30 الف دولار في السنه. المستوى الثاني اللي هو مستوى البرمجه، الشاب يقدر يصدر في العام الواحد من 50 ل 60 الف دولار في السنه. المستوى الثالث زي تصميم البرمجيات او البرامج المتخصصه بنسميها البرامج المدمجه، الشاب يقدر يتخطى 100 الف دولار في السنه الشاب الواحد من الصادرات، ويوصل ل 200 و300 الف دولار. طب المجال ده يا جماعه عايز مليون كل سنه، انا بقول كلام مظبوط؟ ده بالظبط، عايز مليون ايه كل سنه. كل سنه انا بقى في مصر فين؟ انا ما خرجتش عن اللي انتم شايفينه هنا. احنا بنعمل حاجات كتير قوي، كتير من الناس اللي يعني البساط ما يعرفوش هي بتتعمل عشان تحقق لنا ايه. بس انا بقول لكل اسره مصريه عندها اولاد في اعدادي وابتدائي دلوقتي، اذا كنتوا عايزين تعملوا لابنائكم ولبلدكم حاجه، خليكم في اللي انا بقول اللي احنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل ب 100 الف واكتر من 100 الف كمان، وانا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني من غير ما اجيب اسماء دول. في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا، لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي الدكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده نص مليون اكتر يا فندم. طيب يعني واصلين ل 750 الف. خلاص من غير ما نقول اسم الدول، عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 700 الف بني ادم، 500 الف بني ادم، كل بني ادم يعمل 100 الف دولار؟ يعني 70 مليار دولار. يعني ايه 70 مليار؟ ده عقل. ده ايه؟ لا عامل اللي عايز مصنع ولا عايز حاجه خالص، ده عايز بس على الدماغ وحاسب. انا بقول كلام معقول؟ بالظبط يا فندم، هو ده اللي طيب. يعني نقطه مهمه. في دول تانية عندها 3.5 او 2 3 مليون وعددها يعني كبير قوي، ده بيشتغل كلهم في المستوى الثاني او اقل شويه. احنا بقى شغالين في انهي مستوى؟ الاولاني ده اللي هو بيجيب ايه وعددنا قد ايه. طب انا في اللقاءات ديت يا عمرو هدفي كله حاجه واحده،
ان انا اشاور لنفسي وللناس اللي عندنا، للحكومه، لوزاره التربيه والتعليم، لوزاره التعليم العالي، لكل للاعلام، للمثقفين والمفكرين. احنا بلاد ما عندناش موارد يا جماعه. 95% من مصر صحراء فاضيه، مفيش فيها حاجه. يبقى مفيش عندي غير الايه؟ الانسان. طب انت بقى مهتم تعلمه ايه؟ انت مهتم تعلمه ايه؟ هتقول لي طب ما انت ما تعلم. احنا عاملين جامعات وكليات، وزي ما انت شفتوا البرامج اللي قال عليها الدكتور عمرو بعدد ضخم جدا، وبنستهدف ارقام من وجهة نظر الدكتور عمرو طموحة جدا، لكن من وجهة نظري متواضعة جدا. ليه؟ عشان عايزين نخرج من اللي احنا فيه. عايزين نخرج من اللي احنا فيه. لما يقول لي ان شاء الله في بنطلع 6 مليار دولار ولا 4 دلوقتي، انا عايز 100 مليار، عايز 200 مليار، عايز 300 مليار. عايز ايه يا عمرو؟ ايوه، لازم تعرفوا حجم انفاق دوله زي مصر. دوله كبيره قوي وطلباتها كتير، ومصر مش هتقدر تنتج كل طلباتها اللي الناس عايزاها، وتقولوا الدنيا غاليه. الحاجه الكلام اللي انا بقوله بربطه مع بعضكم ليكم، دي شركه مع بعضنا، احنا كلنا مع بعض يا جماعه. لو اهتمينا بال 105 مليون، وكل انسان، كل مدير مدرسه، كل عميد كليه كان في دماغه ده، وانه يقعد على برامج مع الشباب والشابات اللي موجودين في الكليه عشان يشوف منهم اللي عنده استعداد اكتر ونركز معاه في البرامج ديت. انا المعدلات اللي حاططها عمرو مش هتبقى كفايه للي احنا عايزينه، لان معدلات نمونا السكاني اكبر من المعدلات اللي بيتكلم فيها دي. لما اجي اقول لك النهارده انت في، طب ماشي، انا قلت في 500,000 وهو قال لي لا ده 750,000، ويعني بينكد عليا اكتر، ماشي وما يجراش حاجه. طب انتوا بقى كام في مصر؟ كم مننا في مصر في المستوى الثالث ده؟ قول يا دكتور. احنا فنم التعهيد حاليا. لا 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 لا، حاضر، هقول ثلاث مستويات. ايوه، احنا التعهيد حاليا احنا عندنا حوالي من 150 ل 180 الف شاب وشابه بيشتغلوا في مجال التعهيد. 60% في المستوى الاول، 25% في المستوى الثاني، و 15% في المستوى الثالث الاكثر يعني قيمة. احنا بنستهدف، لان احنا الموارد، لا خليني بس بقى نحول الارقام دي لعدد. العدد كله اجمالي كام؟ العدد 150,000. الصادرات 3.7 من 10. استنى بس، استنى، انا مش بتكلم، شوفوا احنا بنتكلم في ايه. بقول لكم في دولة تانية عددها، عدد سكانها اقل من عدد صابع ايديا الاثنين، يعني 6-7 كده مليون. مش عايز ازود اكتر من كده عشان كلامي ما يبقاش ملوش لازمه. الدولة دي فيها 700,000 بني ادم في المستوى الثالث. انت دولة فيها 105 مليون، في الثلاث مستويات معاك 120,000، 150,000، 200,000، ولا حاجة. انت قاعد بتشتغل بتعمل ايه؟ قاعد بتشتغل بتجيب كام؟ ما انت لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وعلى اسرتك، ويبقى عندك عربية تشتريها، وعندك يعني ناس تخدمك، ما انت غني. لكن لما انت تكون بتشتغل ودخلك بسيط، يا دوبك عايز تاكل. انتوا فاهمين الفكره ولا؟ تمام. يبقى انا النهارده كانسان مصري، انا كانسان مش رئيس مصر، كانسان مصري ما بقاش معذب ان انا الاقي عندي 105 مليون اطلع من كل مليون الف، من كل ايه؟ وانا عندي 65% من سكان مصر شباب وشابات. اللي عليا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من كرمه عليا، بعمل اللي ما حدش يفكر فيه. ولا انا غلطان هاني؟ صح. لا صحيح؟ صحيح يا فندم.
اللي ما حدش يفكر فيه كمسؤول في الدولة. لو كنت مشيت على المسار العادي اللي كان قبل كده في قبل 2018 ولا اعمل الكلام ده خالص، اجيبه منين؟ اصرف عليه اجيبه منين؟ مليارات الدولارات دي اجيبها منين؟ وبعدين هتطلع امتى العوائد بتاعتها؟ فاحنا بنعمل ده كتير من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتم يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله. لكن انتم ما تلومنيش انا بس، انا الومكم انتم كمان معايا. لكل انسان، لكل اسره مصريه، انا الكلام ده قلته من 3-4 سنين مش كده؟ حصل صح. وقلت ساعتها والدكتور خالد عبد الغفار زعل جدا مني وقال لي ازاي تقول ان احنا ما عندناش في وزاره التعليم العالي، كان ساعتها ماسك التعليم، ازاي تقول ان احنا ما عندناش غير 111 ولا 100 مش 111 111 مش كده؟ عملنا اختبار عشان نجيب من شريحه المتعلمين التعليم ده. ف عشان انا كنت عشمان ان انا كان الواحد هيكلف 30,000 ولا 40,000 ولا حتى 60,000 دولار عشان يتعلم التعليم ده، مش كده؟ تمام يا فندم. كنت ستك عايز 1000 والله. وانا لو النهارده لو في 2000 و 3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هاي هاخده واعلمه. طب ده تيجي ازاي؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ هيشغله يقول لك طب يروح يشتغل مدرس، مش كده يا عمرو؟ صح. ده انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، هتعمل لك 20-30,000 دولار في الشهر وممكن توصل ل 100,000 دولار في الشهر. يا مصريين يلي قاعدين تقعدوا في المراكز، تقعدوا تستنوا ولادكم بره عقبال ما ياخدوا الدوره والدراسه اللي بيدرسوها، اقعدوا على الكلام ده. كلنا حد يقول لي الحكومه سياسات وهي الحكومه اللي تعمل ده، صحيح احنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ والحكومه بأزراعها او بوزارتها تعمل، لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا نبقى فاهمين الفكره عشان نركز فيها. بتركزوا على ان الابن او الابنه يجيب مجموع كويس قوي عشان يخش الطب والهندسه ولا باس، بس خلي بالكم لو يعني انتم مش عايزين تقولوا لي يعني اذا كنت عندي 25 مليون في التعليم الاساسي ما فيش منهم حد يبقى متنحرر كده في المدرسه يشوف ويقول انا عندي الولد اللي في ابتدائي ده واعدادي عنده فرصه، خدوه خدوه علموه التعليم دوت. حد في عندي 4 مليون في الجامعه ولا 4.5 مليون مش قادر اجيب منهم من خلال كل عين لاجل خاطر بلدنا لاجل خاطر مصر تحطوا عينيكوا على الكلام ده عشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم، عشان بدل ما يقول لي ان شاء الله في 2030 اوعدك ان هيبقى 9 ايه؟ اه والله صحيح 9 ايه؟ عايز 90. انتوا مش شايفين ان احنا ظروفنا صعبه ولا ايه؟ يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان انت بعد فتره بقالك كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم
وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما كلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان ما كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم. اللي معمول ده من ناحيه التقدم وحاجات كتير قوي فوق خيالكم، وبلد زي مصر ما تعملوش ولا تفكر فيه لان هي غلبانه. جيب منين يعني؟ لكن عملناه، مش هنعمله، عملناه. في حاجات من اللي هنا موجوده دي موجوده تحت الارض، ما تتضربش باي انواع من القنابل يعني، بس انا ما اتكلمتش في دي. حاجات كتير كده، الكلام ده خلاص كفايه كده. شكرا جزيلا.